هذا ما كان عليه حال منزل الحاجة فتحية يوسف، سكن بلا مرافق صحية، ولم يكن مجهزا بأثاث صالح للاستخدام، وبشكل أوضح لم يكن سكنا يرقى بالعيش الآدمي. وبتاريخ 15 من كانون الأول العام المنصرم، سلطت كاميرا تلفزيون الفجر الجديد عدستها على ما تعانيه الحاجة فتحية، ما أدى إلى توافد العديد من المؤسسات وأهالي الخير من أجل المساعدة وتقديم الوضع العام للحاجة. السيدة فتحية يوسف، بعد ما يقارب 60 يوما من الانتظار ومن العمل الدؤوب والجهد المبذول من قبل كافة المؤسسات المشاركة سواء الأهلية وحتى المحلية وحتى أهالي الخير أيضا بتعاون مع تلفزيون الفجر الجديد، الذين قاموا بعمل وجهد كبيرين من أجل أن يتم كما ترون الآن بناء هذا المنزل وإعادة ترميمه منذ ما يقارب 60 يوما، لنراه الآن على هذه الهيئة لتكرم الحاجة فتحية بهذا المنزل الذي يليق بالعيش الآدمي والبشري. ونحن هنا اليوم لنشارك الفرحة مع السيدة فتحية. يعني بداية، أنت اليوم في بيت جديد وفي بيت خلينا نحكي يليق بالحاجة فتحية، شو بتحبي تحكي بهذه المناسبة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر تلفزيون الفجر الجديد اللي ساهم بالموضع هذا، ونشكر جميع المؤسسات، ونشكر الشرطة، ونشكر جميع المؤسسات والمجمعات اللي شاركوا معنا وساعدونا في هاي المهنة. الحمد لله رب العالمين، أنا مبسوطة جدا جدا بوجود الله بوجودكم الجميع. الحمد لله كل واحد إن شاء الله ساهم معي، وبشكره جميع الموجودين اللي برا واللي جوا. الحمد لله هم وقفوا معي بمهنتي وساعدوني، لان بكى بيتي مش نافع، عسى الحمد لله كل شيء تمام. كيف شايفه البيت خالته فتحيه؟ كيف شايفه؟ يعني هلا انت اكيد بتعرفي كيف كان المنزل سابقا، يعني كان السقف متشقق وكانت الجدران متآكله وما كان مدهون وما كان حتى عندك المرافق الصحيه ما كانت صالحه. هل عندك هلا كيف الوضع؟ عسى الحمد لله كل شيء تمام، والوضع مليح والدار كويسه وصارت الحمد لله جديده، وكل شيء الحمد لله ساهموا فيها، والجميع اللي ساهموا معنا بشكرهم جميعا، وألف الشكر لجميع المؤسسات وللشرطة ولأبو مازن ورئيسنا، الله يطول عمره وحط البركة فيه. وأكيد إحنا بنوجه تحيتنا وشكرنا لأهالي شويكي، أهالي الخير اللي ساعدوك كمان، وأهالي منطقتك. يعني مثل أنا بحب دائما أوجه الشكر لجميع المؤسسات اللي شاركت، لكن هناك شكر خاص من تلفزيون الفجر للسيد وليد نعال وأحد المشاركين والمساهمين بشكل أساسي بمتابعة، يعني ليس بالضرورة من الناحية المالية، لكن بمتابعة الجهود من أجل الإشراف على هذا العمل. يعني انت شو بتحبي تحكي لكل من ساهم في هذا العمل الخيري؟ والله انا بحكي لهم الجميع الشكر، اللي هو لوليد نعالوي اللي هو ابو ابراهيم، بارك الله فيه، والله ما قصر من ساعه ما ان بلشنا بالدار وهو واقف معي والحمد لله. وجميع المواطن هذول الشرطه كلياتهم ما شاء الله عنهم، الله يبارك فيهم، الله يحط البركه بيهم، الحمد لله ما امن الوطني ما قصر، وجميع اللي ساهموا في هالبيت بارك الله فيه، الله يخليهم جميعا وطول اعمارهم وعط البركه بيهم. والحمد لله فادي ثاني برضه ما كسر، والجميع الحمد لله والشرطه الحمد لله. احنا بنحكي لك هلا الف مبارك على البيت الجديد، وان شاء الله يعني بتشوفي لحظات السعاده والهنا والصحه في هذا المنزل. الحمد لله والله شايفين السعاده، والحمد لله تعبني والد من جديد اللي شفت هالبيت مليح، والحمد لله كل شيء زمان جابوا لي اغراض البيت، جابوا عفش الدار كلهم ما كسروا، والله بارك الله فيهم جميع المؤسسات والشرطه وامن الوطني، والله ما كسر. شكرا لك. وشكرا لكم جميعا، وبارك الله فيكم، الله يخليكم، طول اعماركم، حط البركه فيكم يا رب العالمين. شعور طبعا لا يوصف. واولا قبل اخيرا بشكر تلفزيون الفجر الجديد
والقائمين عليه، لأنهم فعلا كانوا يد بيد من بداية المرحلة لنهايتها. ثانيا بشكر المؤسسات وإقليم فتح في شويكي وجميع الجمعيات والمساعدين الفعالين في الخير في الداخل وفي الخارج، ورئيس البلدية والمهندس علاء عطير والأخ نصر الفقهة اللي قاموا بالتعاون والمساعدة البناء في هذا المنزل. والحمد لله رب العالمين، الله قدرنا وانهينا بجهودكم. طبعا أنا اشتغلت في جهودكم، وقفت في البيت هذا بجهودكم. ولا أنسى برضو بالذكر مرة ثانية تلفزيون الفجر الجديد، كل احترام لكم والله يقويكم على فعل الخير. أريد أن أشكر كل من قام بهذا الجهد العظيم، هذا الجهد الطيب والذي عبر عن أصالة من بذلوا هذا الجهد ووطنيتهم وإنسانيتهم، ابتداء من بلدية طول كرم برئيسها والمهندس الذي كان مشرفا على هذا المشروع، إضافة إلى كل الخيرين من أبناء هذا البلد الطيب شويكي، وكل الخيرين الذين قدموا من أجل إنجاح هذا المشروع. أن نرى هذه الحاجة وابنتها في منزل فرحات، هذا يفرح قلوبنا. هذا المنزل بعد أن كان آيلا للسقوط، نعرف تماما أن هناك الكثير من المنازل التي بحاجة إلى ترميم، ومن أجل ذلك سنطلق قريبا صندوق أسميناه صندوق التكافل الخيري، والذي سيشارك به الجميع، كل الخيرين عبر زكاة أموالهم من جهة أو من خلال تبرعات، أو أيضا من خلال الخيرين من خارج بلادنا مسلمين أو عرب، وإضافة إلى الفلسطينيين الموجودين في الخارج. هذا الصندوق سيكون بالتركيز على مسألتين مهمتين. المسألة الأولى هي ما يتعلق بالمنازل التي بحاجة إلى ترميم وهي كثيرة، هناك مآسي حقيقة لسه أكبر من هذه المأساة موجودة في الكثير من القرى والمخيمات والمدينة حتى. هذا موضوع يشغل بالنا. أشكر كل المتطوعين في محافظة الكرم من كافة مؤسسات العمل الأهلي والرسمي الذين بدأوا فعلا منذ فترة قليلة أيام قليلة بفكرة تطوع في كل المجالات، زراعة، تنظيفات بالشوارع، بالمقابر، ترميم البيوت. ومن ثم بنطلق للإجابة لسؤالك اللي هو مهم. إحنا في لجان عمل اجتماعي كنا تنسيق مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية، وبشكل خاص إذا حكينا مع قيادة الأمن الوطني بداية، مع الدفاع المدني، مع جمعية أصدقاء المريض، جمعية التوحد، الاستخبارات العسكرية، تلفزيون الفجر الجديد اللي سلط الضوء منذ البدايات حتى لإلنا كمان في اللجان، وطبعا متطوعين اتحاد العام والأشخاص ذوي الإعاقة اللي كانوا على أيام طويلة صباح للمساء هم يشتغلوا عمال في هذا المكان، أهل الخير. اليوم راعي هذا الحفل هو بلدية طول كرم، وبكل عز وافتخار حركة تحرير الوطن الفلسطيني فتح التي رعت هذا الحفل وأبناء فتح في منطقة الشويكي وهذه المنطقة التنظيمية لتفاعلوا مع كل الناس والمؤسسات في إنجاح وترميم وتأهيل هذا البيت الذي تسكنه حجة وابنتها من الناس اللي هي طبعا مريضة هذه الحجة، بعد يعني خلينا نقول بعد تسليط الضوء من تلفزيون الفجر الجديد بالبداية توجهنا معهم وتوجهنا مع الآخرين من الناس والشرفاء في هذا البلد وسلطنا الضوء. احنا كبلدية طول كرم توجهنا للمنزل ضمن مع هالي شويكي مع مؤسسات المجتمع المحلي، حددنا قسم الهندسة اللي عندنا، حدد شوية الاحتياجات اللي بده اياها المنزل، قمنا بحصرها. البلدية طبعا معظم التبرعات من الاخوان الشركات الخاصة والمؤسسات والناس اللي بنشكرهم ونتمنى انه ربنا يقدرهم يدعموا جميع هذه الحالات ان شاء الله. البلدية قامت بإفاد عمال فنيين، قامت بالمساهمة بالعمالة،
والحمد لله رب العالمين اللي قدرنا نطلع بشكل ملائم للأخوات الموجودات في البيت. طبعا احنا جينا متطوعين للبيت هذا من الأشخاص ذوي الإعاقة، وقمنا في هدم وترميم البيت وبناء، ويعني صار البيت يعني صالح للعيش فيه، يعني بك أول ما الواحد ما يعرفش يعني يسوي إشي في البيت. لما ساعدنا يعني وقمنا في هيك إشي يعني كان الإشي يعني حلو يعني كثير يعني في البيت هذا. وطبعا يعني راح تكون يعني راحة نفسية للحجة كبيرة يعني، وراح يعني إن شاء الله ربنا يعني بنساش يعني بنساش حدا يعني وتعب حدا بالمرة، بس الحجة يعني راح تظلها متريحة في البيت أكثر من أول.